القضاء البريطاني يسجل سابقة في أحكام تسوية الطلاق، ويأمر حاكم دبي بدفع ما يقارب 730 مليون دولار لطليقته وطفليهما. حكم القاضي فيليب مور في قضية الشيخ محمد بن راشد وطليقته الأميرة هيا بنت الحسين لصالح الأخيرة، إذ أمر بن راشد بدفع نحو 550 مليون جنيه استرليني كمبلغ يغطي نفقات رعاية طفليهما وأمنهما، وذلك بعد معركة على حضانتهما بحسب الحكم الصادر عن محكمة الشؤون العائلية البريطانية. وأشار القاضي بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس إلى أن المبلغ تم تحديده نظراً لمكانتهما وللتهديدات المتعلقة بالخطف في ظل الظروف الحالية، مما يجعلهما في حاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهما في البلد. وأضاف أن التهديد الرئيس الذي يواجهانه مصدره من الشيخ محمد وليس أطراف خارجية. يأتي هذا الحكم بعدما كانت المحكمة العليا البريطانية قد رأت في تشرين الأول أكتوبر أن بن راشد سمح بقرصنة هاتف زوجته ومحاميها البريطاني، علماً أنه لم يتم إثبات ربط القرصنة بقضية الحضانة بينهما. وقد شدد القاضي حينها أن حاكم دبي مارس مضايقات وترهيباً لزوجته قبل مغادرتها إلى إنجلترا. الجدير ذكره أن هذا المبلغ من التعويضات يعد من أعلى المبالغ التي تقر في سياق قضايا تسويات الطلاق أمام القضاء الإنجليزي منذ قضية تاتيانا أحمدوفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد أحمدوف، التي منحها القضاء 453 مليون جنيه استرليني قبل أن يتم تخفيض المبلغ حينها.